الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه فقيل له: يا إمام، أيهما أفضل، العلم أم المال؟ قال الإمام: العلم أفضل من المال. قالوا: لما؟ قال: لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم بلا خلق يكون وبالا على صاحبه. ولذلك قال السيد الجليل رسول الله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وقال في حديث آخر: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه علم، وذا مال، وذاك مكارم الأخلاق. رب البنات على الفضيلة، إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض، إن تعهده الحيا بالري أو رقى أيما إيراق. أقدم بهذه المقدمة لأصل إلى صلب الموضوع. قالوا: إن القاهرة ستصير مركزا سياحيا عالميا كغيرها من عواصم الدنيا. فما معنى هذا القول؟ إن كان هناك في مصر ضائقة مالية، فإننا إذا ما عرفنا الله وصرنا أملاء ونظفت أيدينا ستنفرج الأزمات. ستنفرج الأزمات إذا ما انفتحت القلوب لله وأصبحت الأيدي نظيفة من الرشوة، وأصبحت الثياب طاهرة من الدنس، سيأتي الله بالفرج. إن رجلا دخل على الإمام الحسن البصري رضي الله عنه فقال له: يا تقي الدين، أشكو إليك قلة المطر، السماء لا تمطر. قال له الحسن: استغفر الله. دخل رجل ثان فقال له: يا تقي الدين، إنني لم أنجب أولادا. قال له: استغفر الله. دخل ثالث فقال له: يا تقي الدين، أشكو قلة المال. قال له: استغفر الله. دخل رابع فقال له: الأرض لا تنبت. قال له: استغفر الله. دخل خامس فقال له: إن الماء قد جف الأرض. قال له: استغفر الله. قال الجالسون: عجبنا لك يا حسن، أو كلما دخل لك شاك قلت له استغفر الله؟ فقال لهم الحسن: أو ما قرأتم قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.